في دورة محمد درفولي تحت شعار سؤال التحولات في قطاع الفوسفات المستخدم الشغيلة والمؤسسة. هذا الشعار الذي يلبي طموحات الشغيلة الفوسفاتية خصوصا في إطار التطورات التي تعرفها المؤسسة على مجموعة من المجالات وعلى رأسها تحقيق مجموعة من المكتسبات الاقتصادية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي. والشعار كيقول بانه ملزمين حنا اليوم بانه هذه الارباح ولا الاقتصاديه اللي كتحققها المؤسسه يجب ان يتم اسقاطها بشكل ايجابي على الشغيله، وخصوصا الاساسي فيها هو تحصيل المكتسبات اللي حققتها على مجموعه من الملفات، وايضا تحقيق مطالبها، خصوصا اننا مقبلين على مفاوضات الجماعيه لسنه 2017. طبعا من موقعنا كنمثلوا جهات الصحراء عندنا دائما هذا التساؤل، اولا انه كنقولوا دائما خاص الفاتح مؤسسه فوسفوغرا على محيطها الخارجي، خصوصا المنطقة تعرف مجموعة بمشكل البطالة بشكل كبير، وكنقولوا دائما انه خاص التصور الجديد ديال المدير العام اللي كيسعى انه الفتح على المحيط هي فعلا انفتاح خاصو يكون بشكل دقيق وجلي في المنطقة اللي كتعاني على هشاشة كبيرة على مستوى القطاع الخاص ومرتبطة دائما بالتوظيف داخل القطاع العمومي. ملزمة الآن شركة فوسفوغرا انها تدير استراتيجية حقيقية لإدماج أكبر عدد ممكن بشكل مباشر او غير بشكل مباشر، وايضا ننبه الاداره ديال مجمع الشيخ الفوسفات على الحوادث المميته الاخيره اللي عرفتها، وكان اخرها وفاه المرحوم لرباس حمدي بالامس بالمنجم بكرة، واللي هذا كيدق ناقوس الخطر واللي كيخلي الشغيله بين مطرقه الاداره وسندان المناوله اللي خاص يتم توقيفها بشكل وتحسين ظروف الشغيله.